في عمق الليل حيث تتلاطم أمواج البحر بقوة وتندفع نحو الشاطئ بغضب. هناك أشياء في البحر إذا رأيتها لن تضع قدميك في الماء أبدا. مخفيا كل شيء في غموضه الكامل، فالأساطير تروي قصصا مخفية عن المحيط. هل أنت مستعد لتسمع هذه القصص؟ السلام عليكم، أهلا بكم في شانل أنسولف. في هذا الشانل سوف نتكلم عن قضايا مرعبة ومخيفة ولم تحل حتى الآن. إذا أردت أن تعرف ما هي هذه القضايا اشترك بالقناة. اليوم راح نتكلم وحدنا ليست من أغرب وأرعب الموجودات اللي لقيناها تحت الماء، وكل واحدة منها مخيفة بمرات ومرات من الأخرى. The gigantic sunfish، السمكة الشمسية العظيم. هذه السمكة حجمها الطبيعي يكون بمقدار كف اليد، بس في سنة 1908 لقينا نوع ثاني منها، نوع يرعب كل واحد. هذا النوع عنده طول 4 أمتار، يعني تخيل معاي طوله يساوي طول 3 أشخاص، وعنده حلق وفم كبير جدا حتى أنه يقدر يأكل إنسان كامل بقضمة واحد، بس الحمد لله هو ما يأكل البشر. عندما تسبح يا صاحبي ويا كابتن انتبه وانظر إلى أطرافك، لأنه فقط تحت 100 إلى 150 متر من الماء. The Fred Shark، لقينا هاي السمكة مؤخراً والمعلومات قليلة عنها، والأمر المرعب أنها تشبه التنين. ما تقدر تشوف عيون هاي السمكة إلا من زوايا خاصة. هاي السمكة عندها فم وحلق كبير جداً. يقول العلماء أن هاي السمكة تلتف حول الفريسة وتأكلها وهي حية وكاملة مثل الثعابين. كانت هاي السمكة على الأرض وفي بحار الأرض من قبل 95 مليون سنة. إذا ما تقدر تفهم مدى عظمة هاي المدة، اعلم أنه البشر البدائيين كانوا قبل 6 ملايين سنة. The Blobfish، هاي السمكة ترعب كل واحد وكل شخص لأن عدها وجه بشري حزين. هاي السمكة تعيش تحت 1000 إلى 1500 متر من الماء في بحار أستراليا ونيوزيلندا. The Anglerfish، هاي السمكة تشبه السمكة الموجودة في كرتون Find Emery. I want to touch it. والحصول عليها صعب جدا، ولقينا فقط 6 منها. هاي السمكة تعيش تحت عمق كيلومترين من الماء، أمران مرعبان حولها. صيدها، هاي السمكة تجذب الأسماك مع الضوء العد، ولمن يقتربن تاكلها وتقطعها مع أسنانها الحادة. 2، التزاوج. الذكور دائما يحتاجون إلى الإناث للعيش، لأن جهازهم الهضمي خربان ما يعمل بشكل جيد. لذلك إذا لقي ذكر أنثى راح يأكل قطعة من جسمها ويسوي حفرة بجسمها ويعيش بتلك الحفرة كل حياته، والإناث تحتاج إلى الذكور لإنجاب الأطفال. الأمر المرعب والمخيف أنه في بعض الأحيان يلتصق أكثر من ذكر واحد على الأنثى، والأنثى يجب أن تتحمل لكي تنجب الأطفال. The Manga Pig Squid،
تعيش هذه السمكة تحت عمق 4 كيلومترات وطولها 7 أمتار، وهذا الفيديو يريهم بشكل جيد. The Megalodon، القرش عظيم الأسنان، اسم على مسمى على هذا القرش، لأن كل سنة يبدأ من 17 سنتيمتر وقد يصل إلى 25 سنتيمتر، وقوة عضه أكثر بكثير من قوة عضه ديناصور التيركس، وهذا الفيديو يبين اختلافه. يعتقد العلماء أن هذا النوع من القرش قد انقرض قبل سنين عدة، ولكن يحتمل أن يكونوا موجودين إلى الآن. The Gigantic Octopus، هذا الاخطبوط هو نفس الاخطبوط الذي في الكرتونات يهاجم السفن، وكانوا يعتقدون أنه انقرض قبل سنين، ولكن لقد وجدوه في البحار. هذا كان أول فيديو لنا بالقناة Unsolved، بس لازم تعرفوا إحنا بس نعرف 5% من العالم المحيط. تصور شقد هذا العالم عظيم. إذا تريد تعرف أشياء لم تكشف لحد الآن في العالم، لازم تتابعني وتشترك بالقناة. سلام.